النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة، وهي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي ستؤثر على العديد من المناطق. سنتحدث بالتفصيل عن هذه الحالة من خلال المحاور التالية، حيث سنتحدث عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، أيضا الفروقات الحرارية الكبيرة بين الطقس الحار ثم البارد خلال فترة زمنية قصيرة، وأيضا استعراض لخرائط الأمطار وخرائط الرياح المثيرة للغبار وأماكن تأثير الغبار. نبدأ النشر بالصور للخرائط توزيع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة. نبدأها بيوم الثلاثاء، حيث تسيطر كتلة هوائية دافئة في عموم منطقة الجزيرة العربية، أيضا تنتقل إلى بلاد الشام هذه الكتلة الهوائية الدافئة، يقابلها كتلة هوائية باردة نوعا ما فوق الأراضي المصرية. يوم الثلاثاء تشتد أو تتسع رقعة تأثير الكتلة الهوائية الدافئة في عموم مناطق الجزيرة العربية، ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي في عموم مناطق المملكة، يقابل اندفاع لكتلة هوائية باردة يوم الخميس من شمال مصر باتجاه وسط وجنوب مصر، حتى تصل حتى شمال الأراضي السودانية، يقابلها اندفاع لمزيد من تيارات الساخنة والحارة من شرق القارة الإفريقية باتجاه الجزيرة العربية، وبالتالي المزيد من الارتفاع لدرجات الحرارة. يوم الخميس يكون الطقس حار بشكل لافت في عموم المنطقة الغربية، دافئ في أغلب في باقي مناطق المملكة. يوم الجمعة بحول الله تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة شرقا لتصل منطقة تبوك، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بشكل محسوس وكبير على منطقة تبوك خلال يوم الجمعة، وبالتالي هذا هو الفرق الحراري الكبير بين درجات الحرارة المسجلة خلال يوم الخميس ويوم الجمعة على منطقة تبوك. لاحقا تتحرك هذه الكتلة الهوائية الباردة شرقا باتجاه عموم المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية. بالانتقال الآن إلى خرائط توزيع الأمطار وتأثير حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع. حالة عدم الاستقرار الجوي ستكون على مرحلتين. المرحلة الأولى هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار تكون ضعيفة نوعا ما إلا متوسطة الشدة في نطاقات محدودة اعتبارا من يوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم الخميس، حتى تتشكل غيوم رعدية هنا فوق الجبال منطقة تبوك، تتجه لاحقا لتؤثر في عموم المنطقة الشمالية خلال ساعات يوم الخميس بحول الله، بالتزامن مع هبوب لرياح جنوبية شرقية دافئة تعمل على ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وبالتالي يوم الخميس سيكون الطقس مغبر دافئ بشكل لافت، وأيضا فرصة لزخات من الأمطار على المنطقة الشمالية. أما يوم الجمعة بحول الله تدخل جبهة هوائية فعالة مرافقة لهذا النظام الجوي، يتمركز منخفض جوي هنا فوق شمال مصر. هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي تكون عالية الفعالية، وبالتالي يتجدد هطول زخات الأمطار في منطقة تبوك في المناطق الساحلية وأيضا المناطق الجبلية خلال ليلة الجمعة ليلة الخميس على الجمعة عفوا، حيث تكون زخات الأمطار غزيرة بشكل عام مع بدء عبور لهذه الجبهة الهوائية الباردة. تتحرك تدريجيا هذه الجبهة باتجاه الشرق لتبدأ تأثيرتها على منطقة الجوف، ثم لاحقا باتجاه الحدود الشمالية، ثم لاحقا تصل تأثيراتها إلى منطقة حائل وأجزاء من المنطقة الوسطى. لكن هناك نظام جوي آخر بدأ بالتأثير على منطقة تبوك اعتبارا من يوم الجمعة، وأيضا خلال ليلة الجمعة على السبت، ويوم السبت هو عبارة عن منخفض جوي تحرك باتجاه منطقة بلاد الشام، سيجلب عفوا معه زخات من الأمطار على منطقة تبوك، وأيضا انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة بحول الله. يوم السبت بإذن الله كما ذكرنا طقس بارد بشكل لافت في المنطقة الشمالية، طقس ماطر أيضا، حالة من عدم الاستقرار الجوي أيضا تؤثر على منطقة حفر الباطن، أجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى بحول الله. كل ما ذكرناه في الخريطة التوضيحية التالية، توزيع للأنظمة الجوية المتوقعة خلال فترة تأثير الجبهة الهوائية الفعالة، يتمركز منخفض جوي فوق سواحل مصر، هذه الجبهة الهوائية الفعالة ستبدأ بعبور منطقة بلاد الشام، منطقة خليج العقبة، وأيضا أجزاء من شمال البحر الأحمر. ستكون المناطق الأكثر تأثرا بهذه الجبهة الهوائية الفعالة هي منطقة تبوك، حيث تكون الفرصة عالية لتشكل السيول وأيضا فيضان الأودية، لذلك ينصح بالابتعاد عن مجاري الأودية خلال فترة تأثير أو خلال فترة هطول زخات الأمطار خلال ليلة الخميس على الجمعة بحول الله. لاحقا تتأثر على منطقة الجوف أيضا عموم المنطقة الشمالية بهذه الكتلة الهوائية الباردة، تكون تأثيراتها بأقل شدة على منطقة حائل أجزاء من المدينة المنورة، ثم لاحقا باتجاه
حفر الباطن بإذن الله. أما بالنسبة لخرائط توزيع الرياح خلال فترة يومي الأربعاء على الخميس، أي فترة الفترة الأعلى لحدوث العواصف الغبارية خلال تأثير حالة عدم استقرار الجو حيث تهب رياح جنوبية شرقية نشطت السرعة في عموم المناطق تمع إثارة الأتربة والغبار، لكن تشتد بشكل لافت على مدينة جدة تحديدا خلال يوم الخميس. هذه الرياح ستكون جنوبية شرقية مثيرة للأتربة والغبار على مدينة جدة بحول الله خلال ساعات نهار يوم الخميس، بالتزامن مع أيضا هبوب لرياح نشطة مثيرة للغبار في عموم المنطقة الشمالية أجزاء من المنطقة الوسطى مع ارتفاع كبير على درجات الحرارة كما ذكرنا واستعرضناه في الخرائط السابقة. بالنسبة للتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة بحول الله للعاصمة الرياض، طقس مستقر خلال الأيام القادمة بحول الله، ارتفاع على درجات الحرارة، درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاته في مثل هذا الوقت من العام، 27 درجة مئوية ستثبت درجات الحرارة على رقم 27 درجة مئوية خلال يوم الأيام الأربعاء والخميس والجمعة، تكون بين 15 و18 درجة خلال ساعات الليل، تنتشر الغيوم العالية في عموم في سماء الرياض خلال الأيام القادمة بحول الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، نتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء.